ألف مبروك للنادي، والواحد فرح جدا جدا، وكانت بطولة مستنيينها بقالنا فترة طويلة. طبعا كل التحية والتقدير والاحترام، حقيقي أبطال أفريقيا، حقيقي نادي عالمي، كل مصر تفخر بيه وكل الوطن العربي يفخر بيه. النادي محترم، بيحترم لعيبته وبيحترم جمهوره، وجمهوره بيحبه لمدى الحياة. يعني الحمد لله على الفوز، واللعبة كانت رجالة قوي، وربنا كرمنا بعد 7 سنين فوز بطولة أفريقيا، وبشكر كابتن الخطيب اللي أنا بحبه جدا والبطولة دي ليه، وإن شاء الله ناخد سوبر الأفريقي والسوبر المصري بإذن الله. مبروك للأهلي وشكرا على المجهود العظيم اللي انت قدمتوه. أبطال كالعادة، وبجد رجالة ويستاهلوا أكتر من كده بكتير، وإن شاء الله نشوفهم في المركزين يا أول يا تاني كاس عالم أندية بإذن الله إن شاء الله. طبعا احنا بنشكرهم جميعا على المجهود اللي عملوه، ويعني في ظل الظروف اللي حاطت قبل المباراه والشد العصبي، ولكن لعيبه الاهلي طول عمرها رجاله وبتسند فريقها في اي وقت، ولا نخاف على الفريق ابدا في ظل هذه اللعيبه في الظروف اللي هي صدفتهم قبل المباراه. وتحيه من جماهير الاهلي جميعا، وبالاخص اعضاء جمعيه عموميه، بالشكر الدائم للعيبه ومجلس الاداره من اول كابتن الخطيب لجميع العاملين بالنادي. طبعا انا سعيد جدا وفخور جدا ان انا بنتمي لكيان النادي الاهلي، نادي القرن واعظم نادي في افريقيا. بشكر كابتن بيبو على راس المنظومه، بشكر مجلس الاداره وكل الدعم قدموه للفريق، واحنا كذلك في ظهرهم وبنقدم لهم كل الدعم ومساندينهم، ومليون مبروك لنا كاهلاويه، وربنا يديم علينا كابتن بيبو اسطوره النادي الاهلي. والله احنا بنشكرهم، اسعدونا وأثبتوا إن هم رجالة كالعادي، وهم يستحقوا أكتر من كده بكتير جدا جدا جدا، وإن شاء الله اللي احنا منتظرين منهم بقى كاس وكاس السوبر بإذن الله تعالى. إن شاء الله بإذن الله. طبعا الأول بهني جماهير النادي الأهلي كلها بالفوز ببطولة أفريقيا، وبهني مجلس الإدارة بقيادة الكابتن محمود الخطيب. يعني الراجل ده بصراحة تحمل يعني فوق التحمل أي بشر، وراهن على المبادئ بتاعة النادي الأهلي والأخلاق، وفي الآخر هو ده اللي كسب. ألف مبروك لينا وللنادي الأهلي وبرئاسة كابتن محمود الخطيب والأعضاء مجلس الإدارة يعني المقرين واللعيبة، والحمد لله يعني دي طبيعة النادي الأهلي دايما في انتصار، وربنا يزيده كمان وكمان.